اهلا وسهلا بيكم في قناة بوسي كروشيه. فيديو النهاردة هنعمل مع بعض حزام بالكروشيه، طريقة سهلة وبسيطة. ممكن نعمله ايد شنطة، ممكن نستخدمه وصلة كمامة، بس انا اللي هعمله في فيديو النهاردة هعمله حزام. نجيب اي خيط عندنا، هو مش هياخد خيط كتير، على حسب اللون اللي احنا عاوزينه. هنشتغل عقدة البداية، كل خيط طبعا له مقاس ابرة، فانتي مش مرتبطة بنوع خيط معين او مقاس ابرة معين. يبقى انا عملت عقدة البداية، هشتغل 3 سلسلة، 1 2 3، هلف الخيط على الابرة واروح عند اول سلسلة اشتغلتها وهشتغل فيها غرزة عمود بلفة، بلف الخيط وبطلع من حلقتين وبلف الخيط وبطلع من حلقتين. انا الشغل كله هيكون هنا في الفراغ اللي هو بتاع العمود بلفة اللي انا عملته بين العمودين. دلوقتي هشتغل 3 سلسلة وهلف الشغل، هشتغل هنا بين العمودين، هدخل وهشتغل 7 غرزة عمود بلفة، 1 2 3 4 5 6 كده 7. اشتغلت 7 غرزة عمود بلفة. بعد ما اشتغلت 7 غرزة عمود بلفة هشتغل 3 سلسلة، والغرزة اللي هي السلسلة اللي انا دخلت فيها وعملت فيها غرزة عمود في لفة في الاول دي هشتغل، هدخل فيها وهشتغل غرزة منزلق. بعد كده هرتفع 3 سلسلة1 2 3 وهلف الشغل، هشتغل في بين الثلاث سلاسل اللي انا اشتغلتهم وبين السبع اعمدة، هدخل في الفراغ ده وهشتغل برضو فيه 7 غرزة عمود بلفة، واحد اتنين ثلاثة أربعة خمسة ستة كده. اشتغلت 7 غرزة عمود بلفة. بعد كده هشتغل 3 سلسلة، وهنا هنروح عند أول غرزة، هروح في الغرزة دي اللي هي هنا دي غرزة العمود بلفة وهشتغل فيها غرزة منزلق. بعد كده هشتغل 3 سلسلة وهلف الشغل، هروح هنا في الفراغ بين الثلاثة عمود بلفة والسلاسل برضو هدخل فيه وهشتغل فيه 7 غرزة عمود بلفة، 1 2 3 أربعة خمسة ستة كده 7. بعد كده هشتغل 3 سلسلة وهروح هنا عند راس غرزة اللي هي 3 سلسلة وهدخل فيها وهشتغل فيها غرزة منزلق. طبعا الخيط ده هقصه لان خدته معايا في الشغل تحت الشغل وانا شغاله، فهقصه وهشتغل 3 سلسلة وهداير الشغل وهشتغل في الفراغ ده 7 غرزة عمود بلفة، 1 2 3 4 5 6 كده 7.
وبعد كده بشتغل 3 سلسلة، بروح هنا في اول غرزة عمود في الزاوية في الراس بتاعتها في الفورزة نفسها، وبدخل فيها وبشتغل فيها غرزة منزلق، وبفضل ماشية بنفس الطريقة لحد ما بوصل للحجم اللي انا عاوزاه، ان انا بشتغل 3 سلسلة، بلف الشغل وبروح هنا في الفراغ اللي بين العمود 3 سلسلة اللي انا عملتهم والاعمدة، وبدخل فيه وبشتغل فيه 7 غرزة عمود بلفة، 1 2 3 4 5 6 7، وبعد كده بشتغل 3 سلسلة، وبروح هنا عند غرزة العمود بلفة أول غرزة وبدخل فيها وبشتغل فيها غرزة منزلق. الشكل ده كده شكله جميل ولذيذ وجديد. اشتغلت كمان معاكو 3 سلسلة، وبلف الشغل وبروح عند الفراغ وبشتغل فيه 7 غرزة عمود بلفة، 1 2 3 4 5 6 7، بعد كده بشتغل 3 سلسلة وبروح عند غرزة العمود بلفة أول غرزة عمود بلفة، بدخل فيها وبشتغل فيها غرزة منزلق، وبشتغل 3 سلسلة وبلف الشغل وبشتغل في الفراغ ده 7 غرزة عمود بلفة، 1 2 3 4 5 6 7، وبعد كده بشتغل 3 سلسلة بروح عند أول غرزة عمود وبشتغل فيها غرزة منزلقة، طبعا الفراغات دي اللي هي اللي احنا مكونينها دي هدخل فيها حبل، بنجيب حبل ساتان، حبل ده بيتباع بالمتر في محلات الخيوط برضو، بنفضل ندخله في الأخرام دي هادي، شكل جميل للشغل. لما نركب فيه في نهاية الطرفين بعد ما نخلص نركب فيه شرشوبتين، هيكون معانا بالشكل ده كده. بعد ما نخلص هو ده اللي هيمسك الطرفين الحزام، هيدينا شكل جميل. وممكن لو انتي ما عندكيش الخيط ده تعملي سلاسل من اي لون وتعمليها بغراز الحشو وتدخليها برضو جواها، كذا فكرة. بنفضل ماشيين بالحزام بنفس الطريقة لحد ما بنوصل للطول اللي احنا عاوزينه، بعد كده بنقفل وبندخل بقى الشريط الستان ده زي ما احنا اتفقنا، او سلاسل عادي ممكن نشتغل ندخل سلاسل ونركب فيهم شرشوبتين في النهاية. لو عجبكم الفيديو او استفدتم منه اعملوا لايك وشير واشتراك في القناة.